أصدقاء وأبطال. جيوش الإمبراطورية الرومانية العظمى غزت كل شيء أمامها، حتى منزلي في الإسكندرية ومدينة أورشليم المصورة. في الفترة التي أسرت فيها ونقلت إلى روما، كان جميع أصدقائي وأعدائي أيضاً ينادونني بماكي. كانت المدينة في قلب الإمبراطورية، وكان المصارعون يثيرون الحشود، والشيوخ المخادعون يدبرون المكائد. ولكن أصدقائي وأنا لم نستسلم أبداً، تشاركنا في قصص أبطال شعبنا. يوسف الذي يستطيع تفسير الأحلام، إبراهيم، إيليا، داود، سموئيل، وكثيرون غيرهم. سمعنا تعاليم يسوع وتعلمنا من رحلته عبر الصلب. هذه القصص أعطتنا الشجاعة، علمتنا دروساً، وساعدت على سلوكنا الطريق الصحيح. وبعد ذلك أصبحنا أبطالاً نحن أيضاً. أصدقاء وأبطال.